سيدة تسأل تقول زوجي لا يصوم في رمضان، أحاول معه لكنه لا يريد أن يصوم رمضان، يقول أنا حر، فهل يحق لي أن أطلب الطلاق؟ وما حكم الشرع إذا بقيت معه؟ للأسف أن هناك بعض الشباب وبعض حتى الكبار السن تشبعوا بأفكار غربية غريبة لم يعجبهم من حقوق الإنسان والحرية الفردية إلا العلاقات الجنسية الشادة وضرب شرائع الدين، وتركوا كل الحريات المهمة التي تساهم في بناء المجتمعات وتقدم الأمم إلى الأمام، تركوا كل شيء في الحرية العامة وحقوق الإنسان وتشبثوا بهذه الأشياء. تصور هذه المرأة صالحة مصلية صائمة ذاكرة، لكن الله ابتلاها بزوج بين قوسين يظن أنه متحضر أو متحدر، وأنه عنده رأي فلسفي معاصر حداثي أو ما بعد الحداثة، وأنه من حقه أن يفتر. فهل هذه المرأة من حقها أن تطلب الطلاق؟ طبعا الطلاق هو شيء كبير، أبغض الحلال عند الله الطلاق، وربنا عز وجل نهى المرأة أن تطلب من زوجها الطلاق بغير عذر، حتى قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير عذر أو بغير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. المرأة اللي كتقول راجل طلقني ما عندهاش شي بأس أو شي عذر كبير حرام عليها الجنة. لماذا؟ لأن ربنا عز وجل يريد أن تبقى الأسرة متماسكة، من مقاصد الدين من مقاصد الشريعة أن تبقى الأسرة متماسكة متفاهمة مترابطة متحابة، وجعل بينكم مودة ورحمة. لكن ما دنم هذه المرأة التي ابتليت بزوج يفتر؟ إذا كان يفتر تهودا، هناك من يفتر تهودا فنسأل الله له الرحمة والمغفرة، وهناك من يفتر اعتقادا يقول أنا لا أؤمن بالصيام، هذه الشريعة قديمة وتؤثر في الاقتصاد وتجعل التخلف في المجتمعات وتردنا إلى الأزمنة الغابرة، هذا اعتقاد خطير جدا. فإذا كانت المرأة هكذا مع زوج هكذا، المفروض أن يكون زوجها يأخذها إلى الجنة، يقودها إلى طريق الله المستقيم، لا أن يردها إلى الوراء. فماذا علي أن تفعل؟ طبعا هناك فريق من العلماء قالوا العلاقة الزوجية هنا باطلة، لأن تكون مبنية للإيمان واليقين، أما وهي مبنية على اعتقادات فاسدة ومس في الشرائع وعدم تعظيم لدين الله، فمنهم من قال بالطلاق. لكن أقول لهذه السيدة اعتبر بأن هذا الزوج مريض أو مفلس، قد يكون أحد أفراد الأسرة مريض، وإذا أصيب بمرض عضال بسرطان أو بأي مرض معدي بالإيدز أو غيره، هل نرميه؟ هل نتخلص منه؟ لا، ينبغي أن نحتضنه، ينبغي أن نبذل جهدا في علاجه ومداواته، أن نطرق باب الأطباء والمستشفيات والمصحات ونسأل هنا وهنا هل من علاج لهذا المريض الذي عنده مرض شديد معدي. هكذا المريض لا نرميه إلى الشارع ونتخلص منه، أو لنعتبر أنه مفلس، إنسان كان صاحب مال وصاحب ثروة وتجارة لكنه أفلس، إما لعب القمار وإما استدان وإما وضع الثقة في أحد وخان الأمانة فصار مفلسا. تصور أحد أفراد أسرتك أو عائلتك كان ميسور، كان صاحب مال، بين عشية وضحاها دارت الأيام فصار فقيرا مفلسا مدينا، ماذا نفعل به؟ هل نرميه إلى الخلاء؟ هل نتبرأ منه؟ لا، بل نحتضنه ونحرص على مساعدته ونبحث له عن موارد أخرى ونسأل أهل الخبرة يعيننا. هكذا الإنسان الذي لا يصلي أو لا يصوم وسط العائلة أو عنده أفكار إلحادية أو أنه يكذب بالدين، فهذا لا نرميه مباشرة، وهو من دمنا ولحمنا، علينا أن نحتضنه، نعتبر بأنه إما مريض وإما مفلس ما عنده نور الإيمان،
لأن الإفلاس المادي حاله سهل، دراهم ممكن نحصل عليها، لكن قوة الإيمان شيء صعب، إلا أن يعطيها المولى عز وجل. لهذا الجواب لهذه المرأة: لا تطلب الطلاق، وإنما أطلبي العزيمة بأن تتابري وتعملي بجد لكي تردي زوجك إلى رحاب الإيمان. سيدنا عبد الله بن عباس وجد قوما كانوا في الجاهلية، وآخرون أكرمهم الله بالإيمان، فكانوا هؤلاء يسخرون من هؤلاء، فذكرهم بقول الله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قال لهؤلاء المهتدين: ألم تكونوا قبل بعثة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء؟ ألم تكونوا أيضا تعبدون الأصنام والأوتان وتأتون الفواحش؟ كنتم هكذا، فمن الله عليكم. فالإنسان إذا كان مؤمنا ليس بجهده، وإنما بكرم الله عليه. وكم من شخص كنا نعرفه كان مفسد في الأرض، كان مكذب بالدين، كان مفلس في الإيمان، ولكن بعد فترة أدركته رحمة الله، أدركته هداية الله، فصار من العباد، وصار من الزهاد، وصار من المتقين، وصار من الصالحين، بل منهم من صار من أولياء الله الصالحين. إذا قمنا بدراسة سيرة أولياء الله الصالحين وما أكثر عبر التاريخ، معظمهم كانوا على ضلال، منهم من كان قاطع طريق، منهم من كان زير نساء، منهم من كان في الفواحش، فربنا لما أراده ألقى على قلبه الإيمان واليقين فأرده إليه. ومعظم هؤلاء أدركهم الإيمان بدعاء الآخرين، ندعو لهم بظهر الغيب، وربنا عز وجل فتح الباب وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي جميع عباده المؤمنين إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم أمين يا رب يا كريم. أيها الأحباب الكرام، وقد مضينا 10 أيام من رمضان، مضت 10 أيام من رمضان، نسأل الله تعالى أن تكون هذه 10 الأوائل رحمة ونور وضياء. هذه 10 الأوائل مرت ولله الحمد في أجواء طيبة منذ أن مزغ هلال رمضان في مغربنا العزيز، الحمد لله. وفي الأمة الإسلامية قاطبة ماذا رأينا؟ رأينا إقبال الناس على الإيمان، رأينا إقبال الناس على الصلاة، رأينا إقبال الناس على الخير، رأينا تنافس العباد في الإحسان، ورأينا تنافسا في القرآن، ورأينا خيرا عظيم. فلله الحمد والمنة. كتقييم للعشر الأوائل من رمضان، مرت على أفضل حال، وهذا يقتضي منا أن نشكر المولى عز وجل الذي وفقنا لصيام هذه الأيام وقيام لياليها وتلاوة القرآن، وللجود والإحسان وللمبادرة، فلله الحمد. ثم لاحظنا بأن صحتنا تحسنت ولله الحمد، لأن رمضان باب الصحة، صوموا تصحوا. 10 أيام شعرنا بقوة متجددة وشباب متجدد، وشعرنا بقوة إضافية رغم قلة النوم، رغم الجوع والعطش، إنه لا يضعف بل يزيد قوة ويزيد صلابة ويزيد حماسا. في 10 الأوائل من رمضان نستحضر ذكرى غالية على المغاربة، وهي ذكرى وفاة أب الأمة المغربية باني المغرب ومحيي الاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس. فقد اعتاد المغاربة أنهم يحتفلون بذكرى وفاته في 10 من رمضان، وهذه مناسبة نستحضر أن بلدنا المغرب كان منذ حوالي 60 سنة تحت دير الاستعمار الفرنسي والاستعمار الإسباني بل حتى والبريطاني في طنجة، وكانت هناك وضعية مزرية، كان الاستعمار يذهب خيرات البلد، والناس كانوا مستضعفين، وربنا عز وجل وهب قائد البلاد أنذاك السلطان محمد الخامس، أعطاه القوة وأعطاه الله الصلابة رغم ضعف الإمكانيات، عنده قوة إيمانية روحانية، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستطاع بعزيمته وقوته أن يقف في وجه الاستعمار الأجنبي.
وبمؤازرة رجال الدولة والقوى الوطنية في ذلك العهد استطعنا أن نطرد الاستعمار الفرنسي وأن نحصل على استقلال البلاد. وكلنا نستحضر خطاب طنجة لما قال فقيد الأمة والعرومة والإسلام محمد الخامس ماذا قال؟ قال عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، سمى ذلك النضال وذلك العمل الجدي سماه جهاد أصغر. وما هو الجهاد الأكبر؟ قال محمد الخامس رحمه الله هو جهاد بناء الوطن، بناء التنمية، بناء الاقتصاد، محاربة الفقر، محاربة البطالة، محاربة الهشاشة. فكان رحمه الله تعالى صاحب رأي نوراني وفكر عظيم، وبدأ بطريق الوحدة أشرك فيه شباب الأمة، وجعل ولي العهد آنذاك فقيد الأمة الحسن الثاني أول من يبدأ بحفر الأرض وشق الجيوب، وأعطى مثالا عظيما في الملك الرباني، الملك الصالح، الملك المؤمن، الملك الذي يحب شعبه والذي عنده رؤية مستقبلية تروم بناء وتجديد الوطن. فنسأل الله تعالى أن يتغمده بوسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يبعثه بجوار جده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما نسأل الله تعالى أن يتغمد بالرحمة والمغفرة والرضوان المغفور له الحسن الثاني الملك الباني. نسأل الله تعالى أن يجعله في أعلى عليين، ويجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسأل المولى عز وجل أن يبارك في سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم يا رب ارزقه الصحة والعافية وارزقه المدد واشفه وعافه وداوه. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وارزقه يا مولانا البطانة الصالحة التي تعينه على أمر الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفقه لقضاء شؤون ومطالب هذا الشعب على ما تحبه وترضاه. اللهم أكر عينه بوليه المحبوب، ولي عهده المحبوب المولى الحسن، وأنبته نبتا حسنا، وشد أزره بصدوه الأمجد المولى الرشيد، وبكافة الأسرة الملكية الشريفة. ونسأل الله تعالى أن يحفظ الشعب المغربي قاطبة، وأن يرحم رجال الدولة المقاومين الأفداد الذين بذلوا الغالي والنفيس وضحوا بأموالهم ودمائهم من أجل استقلال وأمن وسلامة هذا البلد. اللهم جزهم عنا خير الجزاء. اللهم يا رب ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء، وارزقنا اللهم يا ربي نورا وضياء ورزقا وفيرا وخيرا كثيرا ومحبة ومودة تجمع فيما بيننا. ووفق المسؤولين في هذا البلد الأمين لاتخاذ التدابير والإجراءات التي تكون في صالح أبناء هذا الشعب في السكن وفي التشغيل وفي الصحة وفي التمدرس وفي القضاء وفي العدل وفي الحياة الكريمة. اللهم آمين يا رب العالمين. وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا تلاوة القرآن، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من أهلك وخاصتك، واختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.